كان في رجل مر على قرية، وهذا الرجل عندما مر على هذه القرية كانت القرية مدمرة تماما، وعندما اطلع على هذه القرية وكأن القرية ضاربها زلزال، فقال إنه ربنا سبحانه وتعالى كيف بده يحيي هذه القرية بهذا الدمار، شو بده يرجع على ما كانت عليه. فربنا سبحانه وتعالى أعطاه درس، فأمات الله سبحانه وتعالى 100 عام، وبعد 100 سنة أو 100 عام أحيا ربنا سبحانه وتعالى. فجاء ملك على هيئة رجل وسأله كم لبثت، يعني لك قديش؟ قال له يوما أو بعض يوم، يعني أكم من ساعة، أخذت لي قيلولة وقمت. فقال له الملك بل لبثت 100 عام، 100 سنة. فهذا الرجل علما قال يوما أو بعض يوم، لأن ربنا سبحانه وتعالى علما أماته أول النهار، وبعد 100 سنة أحيا ربنا سبحانه وتعالى آخر النهار. ففكر حاله أنه نام له أكم من ساعة، أخذ له قيلولة في هذاك اليوم. فالملك شو قال له؟ انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، كان معاه عصير وبعض من التين، فنظر عليهم كما هم، إذا أنا فعلا إني لبثت يوم أو بعض يوم. ولكن الملك لفت نظره قال له انظر إلى حمارك، فنظر إلى الحمار فإذا بالحمار عظام. فربنا سبحانه وتعالى أو الملك قال له وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فأمر ربنا سبحانه وتعالى الريح فجمعت عظام الحمار، وربنا سبحانه وتعالى كسى الحمار وعظم الحمار باللحم، فرجع الحمار كما هو. فربنا سبحانه وتعالى أعطاه درس بقدرته بالحفظ كيف طعامه تم 100 سنة كما هو، وأعطاه درس كيف العظام ربنا سبحانه وتعالى أحيا وأرجع إلى الحمار كما كان. فعندما شاف هذا الرجل هذا الموقف وقدرة ربنا سبحانه وتعالى بالإحياء وقدرة الله بالحفظ، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.